قول لي، كان ليك دور في انتقال سيف الجزيري من المقاولين، انت كنت موجود ساعتها، لنادي الزمالك، وكمان طاهر، محمد طاهر، للنادي الاهلي. اه طبعا، يعني انا لما رحت المقاولين مع كابتن عماد النحاس في 2018 انا كنت رايح مدرب مساعد معاه، اوكي. فبشمهندس محمد عادل كان حصل مقابله معاه وانا ماسك في اسوان، كنا محتاجين لعيب من عنده، كنت انا ساعتها مدير كوره، فقعدت معاه، كان ساعتها الكابتن حسن شحاته هو اللي ماسك الفرقه، فلما اتكلمت معاه واتفاوضت معاه زي ما تقول ايه، دخلت دماغه في الحته من جانب التفاوض التفاوضي، من والحاجات ده، جانب التفاوضي. فشالها لي بعد 5 سنين لما رحت النادي مع كابتن عماد مدرب، قال لي انا عاوزك تمسك ملف التعاقدات بتاع النادي كله، والله. لعيبه وكله. فانا في الاول قلت له يا باشمهندس انا عاوز ابقى مدرب، قال لي انت مدرب ماشي، بس انت اللي هتبقى شايل كله، عشان انا ده مش وده. انا قعدت 3 سنين ونص شايل ده وده، فقال لي عشان انا تفاوض الحاجات ديت، هو برضو ربنا ربنا يديله الصحة يا رب. يديله الصحه، برضو موضوع السن والكلام طبعا كتير والحاجات ديت برضو بتبقى، هو بيتعبوا. بروح انا اخد منه خطوط عريضه ومن كابتن عماد خطوط عريضه وبشتغل عليها. ماشي. فانا موضوع سيف كان اوريدي خلصان في القادسيه الكويتي، عرض اصلا خلصان رسمي بالعرض والفاكسات وكل حاجه خلصت. ومضى وكل حاجة. لا ما كانش ماضي، احنا خلصنا، كان خلصته 6 شهور طار. إعارة بما يعادل 7.5 مليون مصري، ست حلو شهور بس، حلو. وهيلعب انبي الماتش ده، هيلعب انبي وهيسافر بعدها يوقع، وكان هو الاختلاف في المقابل المادي بتاعه. انا ماشي. خلصت الديل بتاع النادي، هو كان طالب رقم، كان في كلام فاضي يعني، قادسية هو الكويتي. القادسية الكويتي، الموضوع خلص رسمي. تمام. فيوم معسكر ماتش انبي لقيت سيف بيكلمني في المعسكر واحنا معسكرين، بيقول لي يا كابتن رامي سين بيكلمني وصاد بيكلمني وناس في نادي بتكلمني على الزمالك. بيراميدز، لا بيراميدز والزمالك. فقمت قلت له، كلمت مراتك، انا بقى كنت قريب من اللعيبه جدا وانا مع الكابتن عماد، فانا راجل عنده ماتش بكره يعني. قلت له كلمت مراتك وطمنت عليهم، قال لي قلت له دي الموبايل، قمت قافله وخدته. فالناس طبعا ايه، الموبايل ابتدوا يتكلموا معايا في اليوم ده، فانا ردي كان طبيعي جدا، قلت لهم الراجل ده خلص 7.5 مليون في القادسيه وهيسافر بكره على الكويت. بصراحة يعني بيراميدز هو اللي عرض الرقم الأول، بيراميدز قال أنا هشتري بالسبعة ونص عار، لا عار بنية البيع، بنية الشراء. الشراء. فأنا طبعا أنا كراجل في التعاقدات، أنت عشان تدخل بأوفر فأنت خلاص أوريدي مخلص أوفر ب7.5، فلازم عشان أنا كنادي أوافق، لازم أكتر منه شوية. فقال لي هاخد التوتال ب20، هدفع 8 دلوقتي و12 لو هفعل بند الشراء في نهاية السيزون. ولقيت بعدها بساعة ناس بتكلمني الزمالك ورسمي، وحد من الزمالك كان مين؟ اللجنة المؤقتة كابتن حسين لبيب كان ساعتها؟ حسين لبيب، فحد من الوكلاء مش فاكر مين، كان الكابتن حسين عبد الغني، حسين السيد انا اسف، كابتن حسين السيد كان عضو اللجنة كان ساعتها، عضو في اللجنة لو عضو مجلس المؤقتة، الإدارة وقال دلوقتي. احنا عاوزينه واحنا متواصلين مع سيف، فهو بيتكلم معايا بقى كنادي ونادي. فقلت له نفس الكلام، قلت له بيراميدز عرض دلوقتي كذا، هم ايه سيف بعد الماتش قال انا عاوز اروح الزمالك. هو طلب او قرر يروح واحنا الزمالك. انا كنت خلاص الديل خلاص خلص، اللي هو 8 ب 20 التوتال، 8 عرا، ولو هيعملوا بند الشراء هيدفعوا 12. هو اختار الزمالك وراح مضى والموضوع خلص. بالنسبه لطاهر هما الاثنين مشوا في وقت واحد، يعني بس عشان النقطه دي مهمه، لان ساعتها كان الزمالك اتوقف قيد. حصل موضوع ايوه. لا وانا احكي طلعت لي بقى. اتكلمت فيه، هي اللائحه بتقول يا امير انت ما تبقى واخد لعيب اعاره، انا مثلا النادي الاهلي خد لعيب اعاره النهارده، مش عايز النادي الاهلي، اي نادي اي يعني، نادي ايا كان يعني. عشان خد لعيب اعاره في يناير، فاللعيب اوريدي في القائمه بتاعتك صح. بس صفته اعاره، ماشي. مش دائم، ما هو بيبقى في مكتوب في طبعا القائمه طبعا. كده اعاره او عقد لمده 5 سنين، ماشي. فخلاص اوريدي سيف في القائمه بتاع نادي الزمالك، جه اوكي. الايقاف بتاع قيد نادي الزمالك في شهر 2، هو خدوه في يناير، فالايقاف ده ما يتطبقش على سيف عشان سيف اوريدي في القايمه في موجود في يناير. القائمة، متسجل يعني خلاص. ايه بقى اللي هو الصيغه اللي هو فيها في النادي ايوه. الزمالك اعاره او نهائي، دي حاجه ملهاش علاقه بالايقاف، هي صفه بتتغير في القايمه، بدل ما القايمه تمام. مكتوب مثلا معار. امير معار من نادي المقاولين للزمالك، لا في بعد امير 4 شهور بعقد كذا. امير بعقد ساري 5 سنين. فالموضوع ده على فكره يعني انا اتسالت فيه كذا مره في الوقت ده، وللاسف الناس اللي بتطلع تتكلم فيه المفروض ناس، اصلا انا راجل مدرب ولاعيب كوره، انا اداريا خدت خبرات، صح. بس بقعد اقرا مثلا قوانين وحاجات، فالحاجات دي ما ينفعش حد يبقى بقى
شغلته هي بتاع لوائح. لا ده في ناس كتير شككت في الموضوع ده ساعتها. ايوه وطلعت شككت في ذمم ناس جوه اتحاد الكوره وعملوا وعملوا وده غلط وده حرام عامه. طبعا. فانا عاوز اقول لك امير لا هو راجل صفته اتغيرت. كده كان في القائمه هو الصفه بس اتغيرت. هو موجود. انت لو لاحظت برضو في ناس كانت طالعه اعاره من الزمالك في انديه ثانيه ورجعت. صح. ورجعت في الـ في الـ في مفهوم مفهوم. في ايقاف القده. فالموضوع خد حجم اكبر من حجمه اصلا. حجمه ما كانش ده في ناس ساعتها قالت لك انفراد وشغلانه طاهر بقى كان طاهر الموضوع بقى مختلف طبعا يعني طاهر طبعا الشانس من محسن صلاح رئيس النادي مهندس محمد عادل المشرف على الكوره خلصوا الديل مع كابتن الخطيب حتى فاكر انا ساعتها نزلت الصور كلها جوه النادي الاهلي يعني الموضوع خلص هم اللي راحوا للكابتن الخطيب في مكتبه طبعا عشان هم العلاقه بيهم كويسه جدا هو الكابتن محمود الخطيب ما عندوش مكتب يعني في النادي يعني عامه اه الأهلي. راحوا النادي يعني قعدوا حتى الصور نزلت احنا فاجئنا كمان اللي هم راحوا وخلصوا احنا كان الموضوع بين امير توفيق وبشمهندس محمد عادل تمام وبعدين الكابتن الخطيب اتدخل في الاخر وخلصوا الموضوع بتاع طاهر يعني رايك كيف طاهر ومشواره مع الاهلي وبعض الفترات بيكون في انتقادات كبيره على طاهر والله يا امير بص هو طاهر لما الواحد اتسال فيه قبل ما يروح النادي الاهلي والكابتن عماد طبعا اتسال فيه كتير طاهر شخصيته النادي الاهلي ولاعيب كبير جدا وامكانياته كبيره جدا بس اتسالته من النادي نفسه الكابتن سيد طبعا كان بيتواصل بيسال رايكم في اللاعب والتزامه وانضباطه وامكانياته هو شخصيه كشخصيه لعيب لايق على الاهلي هو شخصيه النادي الاهلي طاهر من الشخصيات فايتر وقوي ولاعيب كوره كمان لكن انا شايفه في النادي الاهلي طبيعي ايه بقى طبيعي انت لما تبقى مميز في نادي انت مميز في نادي المقاولين لما هتروح في النادي الاهلي انت واحد في وسط 30 صح. او في وسط 25 في نادي المقاولين او انبي او الاتحاد هتروح النادي الاهلي انتوا ال 30 مميزين صح فاهم قصدي؟ فهيبقى في مقارنات فهيبقى بقى في تحديات وفي مقارنات بين لكن الاساس عند طاهر هو لعيب جامد لا لعيب كويس جدا طبعا طب انت هتشوفه لما يمشي من النادي الاهلي لو مشي لو مشي هتلاقيها هتلاقي النادي الاهلي بيفكر فيه تاني يعني هو لعيب كامكانيات لعيب وانا شايفه في المواقف كلها اللي لعب فيها امير ما انا شايفه ادى كويس لكن هي الناس كانت مستنيه منه اكتر من كده أكتر لكن من كده هو كلاعب لا لعيب كويس جدا طبعا طبعا نتمنى له يا رب برده كل التوفيق هو سيف الجزيري